تفتكري يا جانا مامتها هتوافق تحضر معانا الحفلة؟ ومش هتوافق ليه يا هنا؟ طنط منى طيبة قوي. يا ربي افتحوا بقى، كل شوية سيبونا على الباب. الله، ايه ده؟ انتي هنا؟ انتي هنا يا تودة؟ انتي كمان؟ ايوه انا هنا، يعني هكون فين؟ على طول مع طمطم بنت خالتي. ازيكم يا بنات، وحشتوني قوي. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ما تيجوا تدخلوا جوه. لا يا طمطم، احنا مستعجلين خالص وعاوزين ناخدك معانا بقى انتي وتودة. هتاخدونا فين؟ احنا عاملين حفلة سلايم كده صغننة علشان نلعب بيه احنا واصحابنا. ايه رأيك تيجوا تلعبوا معانا؟ طبعا نيجي. طبعا اكيد، انا بحب السلايم جدا. طب يلا ما تتأخروش، ادخلوا علشان تستأذنوا من طنط منى وحصلونا على البيت على طول. احنا هنروح نعدي على فارس وميزن علشان يجيبهم معانا هما كمان. الله، كلنا هنبقى موجودين في الحفلة؟ كلنا يا تودة. طبعا يا طمطم، انتي وتوتا احنا كلنا اصحاب وفي كلاس واحد. اكيد. يلا خلاص، روحوا انتوا علشان تلحقوا وقتكم وتفوتوا على فارس ومازن، واحنا هندخل نستأذن من طنط منى. يلا يا طمطومة، يلا بينا يا توتا. ده عندهم كلب يا هنا، واضح كده ان الكلب بتاعهم بيخاف لما جوز بيرن. الظهر كده. ازيك يا طنط ليلى؟ اهلا يا حبيبتي. انا بقى بصراحة بتلخبط لسه فيك، ومين جانا ومين هنا؟ انا جانا يا طنط ليلى. وانا هنا. انا لا تخاف الواء، مش بعرف اقولها. انتي عسولة قوي يا حبيبتي بالراء بتاعتك دي. طيب ممكن يا طنط فارس ومازن يجوا يلعبوا معانا شوية عشان احنا عاملين حفلة سلايم وعايزينهم معانا في البيت. بجد؟ طب والله كويس قوي. خلاص انا هنادلهم حالا علشان يحضروا معاكم الحفلة الجميلة بتاعتكم يا بنات. شكرا يا طنط، متشكرين قوي. نادلهم يلا بسرعة علشان يلحقونا على الحفلة. اهلا، اتفضل يا فارس، اتفضل يا مازن، انت كمان جانا مستنيانا كلنا جوه. ما شفتوش طمطم وتوتا وانتوا جايين؟ متشكر قوي يا انتي. انا هنا يا سيدي، نسيت ولا ايه؟ والله نسيت خالص يا هنا. قولي بقى، ما شفتش طمطم وتوتا وانتوا جايين؟ لا شفناهم، كانوا طالعين من البيت لسه، هما جايين ورانا على طول. طيب يلا اتفضلوا، عرفتونا يا جماعة، اتفضلوا. الله، انا بحب السلايم قوي يا فارس وعايز العب بيه. انا كمان يا مازن بحبه قوي، يا ترى هيعملوا الحفلة دي ازاي؟ مش عارف، تعالى نتفرج ونشوف. اهي طمطم جت هناك اهي. لازم نصبر شوية للاخر علشان نعرف نتفرج ونشوف هيعملوا ايه. ايوه عندك حق. اهلا، ازيكم يا بنات، اتأخرتوا ليه كده؟ كل ده طالعين على السلم؟ معلش يا هنا، اتأخرنا شوية عشان توتا كانت ماشية بالراحة قوي. يا سلامي يا اختي، انا اللي كنت ماشية بالراحة وكنت هقع على وشي برضو. بصراحة يا هنا كنا احنا الاتنين ماشيين بالراحة. طب اتفضلوا يا جماعة. يلا، ازيك يا فارس، انت ومازن عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين قوي. فرصة سعيدة ان احنا اتقابلنا هنا في الحفلة عند هنا وجنى. ايوه طبعا ده احنا هنلعب لعبه بالسلايم. يلا بقى يا هنا، يلا بقى. امال جنى اختك فين؟ هي بتجهز الحاجات فوق، وبتجهز كمان بحر السلايم الكبير اللي هنعوم فيه كلنا. بجد؟ يعني احنا كلنا هنعوم في سلايم؟ يا سلام. هيا يا جماعه، جاهزين للمفاجاه الجميله بتاعتنا؟ جاهزين، كلنا جاهزين. يلا بينا على السلايم. يا سلام، واو.
لسه كمان يا طنط. الله، ده لونه جميل وازرق وجميل زي البحر بالظبط. فعلا شكلها تحفه خالص. انتوا عاملين فعلا حفله جامده جدا. فعلا يا هنا، انت وجنى حفلتكم جميله قوي. تجنن بس قوليلي بقى مين هيطلع الاول. انا طبعا، انا اول واحده. لا البنات الاول، ladies first. مش إيه؟ كده بتقولي ايه؟ ladies first طبعا. يعني ايه؟ يعني البنات الاول طبعا. يلا بقى هنبدا بمين؟ بنوته الاول، ايه رايكم؟ انا اول واحده. انا يا جماعه. لا انا وليه ما يكونش انا؟ طب وليه كمان مش انا؟ هاي يا بنات، طب اهدوا كده يا بنات انتوا والولاد. يعني انا عامله لكم بحر السلايم الجميل ده علشان تتبسطوا مش علشان تتخانقوا مع بعض. هنلعب لعبه حلوه قوي ونشوف مين اول واحد هينط في بحر السلايم. انا يا ماما، انا اللي هنط الاول. لا انا يا طنط سهام. انا لا انا يا طنط. انا اشمعنى هما بقى يا طنط سهام؟ لا احنا بقى لازم ننط احنا كمان الاول. طب اهدوا كلكم يا ولاد، اصبروا بقى دلوقتي هنلعب لعبة جميلة قوي زي ما قلتلكم. يلا بينا بقى نبتدي اللعبة على طول. هنقول ايه؟ حادي بادي. ها اقفوا بس يا ولاد حلوين. استني يا ماما لما نقف كلنا جنب بعض. طيب ماشي. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. طلعت هنونة اول واحده. هتبقى هنا. لا بقى ده ظلمي يا طنط، اشمعنى هنا بقى؟ طب اديها تاني عشان نشوف مين تاني واحد. حادي بادي اطلعي يا هنا بقى، ما تعديش هنا يا طنط. حاضر يا طمطم. حاضر يا حبيبتي، اطلعي يا هنا انت. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. انت يا طماطم اهو يا ستي، ما تزعليش. هي ايوه كده يا طنط سهام، دي احلى حاجه. طماطم نمبر 2. نمره 1، انا اول واحده هنط. وانا كمان نمره 2 يا هنونه. يعني كلهم هيبقوا متغاذين مننا خالص. اكيد طبعا. يلا بينا عشان ننط. يلا بينا بعد اذنك يا طنط سهام. يلا فين يا بنات؟ اصبروا عشان اصحابكم نشوف مين هينط تالت واحد والرابع والخامس وكمان السادس. لسه هنصبر. ايوه اصبروا بس. يلا. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. فارس. يا سلام، ايوه كده يا طنط بقى، مينفعش كده الولاد هينطوا في الاخر ولا ايه؟ طنط ممكن اغير مكاني واقف هناك جنب توتة؟ ليه يا حبيبي؟ علشان يطلع الدور عليا بقى. طب ما الدور طلع على فارس والمره اللي فاتت طلع على طماطم، يعني مش شرط. استنى بس. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. اهو يا سيدي. يا سيدي شفت بقى، لو كنت نقلت مكانك كان زمان دلوقتي جنى اللي نطت مكانك. الحمد لله ان انا متنقلتش. يلا تعالى جنبهم بقى ما نشوف جنى ولا توتا اللي هينط في الاخر. خلاص بقى يا طنط، ما عادتش فرقه، ما انا وجنى اخر اتنين، مش هتفرق خلاص. يلا نبدا بقى. على رايك يا توتا ما عادتش فرقه خالص. يلا خلاص يا ماما خليهم ينطوا. يا سلام، قد ايه شكلكم جميل يا اولاد، وبحر السلايم يجنن. هنبدا يلا 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 يا هنا بقى نطي. انت واقفه كده ليه؟ استنوا بس يا جماعه، بستعد. 1 2 1 2 1 1 2 3. هوبا. يلا يا طماطم بقى، انت معطلاني يا طماطم ووقفه الصف. يلا يا طمطم. الله، ما براحتي يا جماعه، مش عايزه انط في البحر براحتي. الله، انت كده هتعطلي الصف يا طماطم، في ناس وراكي. خلاص هنط اهو، ما تقعدوش تتنرفزوا عليا. 1 2 3. واو، شكلكوا حلو قوي. 1 2 3.
ايوه حاضر 1 2 3 يلا بقى يا توتة. يا سلام على بحر السلايم اللي هعوم فيه. انت هتعملي زيهم يا توتة؟ طب اهو بقى. اي ايه يا توتة ده؟ خلاص ما تبقيش انت كفاية ضحك عليا كده يا جنى. اخسى عليكي. خلاص بقى يا توتة، كنت بهزر معاكي، انت حبيبتي يا توتة. طب انزلي بقى. يلا انزلي. تعالي السلايم جميل، تعالي. 1 2 3. بالمناسبة سعيدة دي بقى، انا عايزة اقول لكل اصحابي ان انا بحبك قوي. اي 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 ملحقتش اقول لكم ان انتوا بتحبكوا. استنوا انا هحاول كده اقوم اقف وما اقعش في السلايم. يا خبر ده صعب قوي. مش هتعرفي يا جنى، هتقعي زينا. ربنا يستر. اي برضه وقعت. وقعت زينا. ايه ده؟ شكلكم يضحك. يا خبر يا هنا. شكلك يضحك. يا مامي حرام عليكي يا هنا. طم يا خرابي يا ماما، حرام عليكي يا هنا، ابعدي عنه وانت سامعه العفريته. اي اديكي وقعتي. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.